انضم الينا عبر الهاتف الدكتور العزيز والوالد الكريم الدكتور ماجد عبد الله. اهلا وسهلا بحضرتك. السلام عليكم ورحمه الله يا نادر يا جميل. انت اللي جميل يا دكتور والله، كل سنه وانت طيب. ايه الحلاوه دي؟ ايه المقدمه اللطيفه جدا دي؟ وايه اللباقه دي ما شاء الله؟ ايه التدفق المفرداتي الرائع ده؟ ما شاء الله عليه. دكتور ماجد افتح قلبك. تفسير آيات القرآن الكريم. دكتور ماجد الرجل الوقور الذي لا يتحدث إلا في الدين أو في الموضوعات الاجتماعية والأسرية وأحيانا في الموضوعات السياسية. لماذا تحدثت في الفن وسنين؟ طيب يا حبيبي، الأول تحية لحضرتك وتحية لبنتنا رشا وتحية للجمهور العزيز جمهور قناة الشرق ولكل العاملين أيضا في قناة الشرق، اللي الحقيقه انا مش قادر افهم هم ازاي بيشتغلوا في الظروف دي وخلوا القناه ما شاء الله لا تتوقف لحظه. فكل عام وحضرتك بخير، وكل عام وبنتنا رشا بخير، وكل عام وكل المسلمين والعرب بخير، وطبعا المصريين في مقدمتهم وفي قلبهم. باختصار شديد يا حبيبي، انا لم ابتعد عن مسار، لكن كثير من الناس بدايه ما عندهمش معلومه ان انا اصلا راجل بتاع سينما، انا دكتور في الاخراج السينمائي. فالناس ما تعرفش المعلومه دي. وجود اللحيه بيخلي الناس تعتقد ان انا ليه علاقه بالشريعه مثلا او دارس فقه. وهذا الامر ليس صحيح، انا دارس سينما ولكن انا مسلم. ومسلم عندي الحمد لله عندي قدر معقول من الفقه وعارف ديني يعني. طيب ليه رحت للمنطقه دي بتاعت الفن والسينما؟ أمس كان ناس طلبوني من المشاهدين ومن الأصدقاء، ومثلا أخونا حمزة زوبع الله يحفظه من الإعلاميين المشهورين، قال لي يا ماجد المفروض إن الهدم اللي بتحصل في رمضان من الدراما بتخلينا نسأل نفسنا هم مين اللي بيقدموا هذه الدراما وبتقدم ليه في رمضان بالشكل ده؟ يا أخي أنت عملت بورتريه، ما تعمل بورتريه للفنانين وتقدم لنا كده دراسة بسيطة لكل فنان بيقدم عمل ونفهم هو مين ده وخلفياته ايه، وهل هو يقصد خدمة المجتمع ولا في بعض الأحيان بيقصد يعني. ده كان السبب. يبقى أخونا حمزة ربنا يحفظه، بنت شروق أيضا أكدت على نفس الموضوع وهي بتعمل دكتوراه في الإعلام، فقالت المنحة ده مهم للغاية. ده كان السبب إن أنا أفكر فيه. لكن لما عملت أول حلقة وعملتها حلقه تجريبيه او تجريبيه، عرضتها على الاستاذ ناجر ابو الفتوح وهو مدير اداره البرامج في قناه الشرق، وهو نفسه ناجر ابو الفتوح اللي بيقدم البرنامج الجميل دلوقتي. قال لي والله الفكره جميله جدا، ما تخلينا نعملها. قلت ماشي. عرضتها برضه على الدكتور ايمن نور من غير ما اطلب الحقيقه يعني اني اقدم برنامج او اعرضه على القناه. قال لي الفكره كويسه ومختلفه، ما تخلينا نعملها. فتوكلت على الله واكدت البرنامج ده حكايه البرنامج اتعمل ليه اصلا على قناه. لكن ايه الهدف الاساسي كان ليا؟ هو امرين رئيسيين. اولا اني اكشف كواليس صناعه السينما والدراما التي اعرف منها او عنها اظن الكثير يعني انا عشت في هذا المجال 30 35 سنه تقريبا، فاعرف تفاصيل لعل الناس العاديه ما تعرفهاش. الامر الثاني اني ما بعدتش عن الدين وما بعدتش عن السياسه، فبينت الجوانب التي تتعارض مع الدين في الاعمال التي تقدم من خلال الشخصيات. والحمد لله ايضا استطعت اني اقدم بلطف شديد جدا الاسباب التي يصنع من خلالها او بسببها هذه الاعمال السينمائيه والدراميه. هل جات لحضرتك دكتور ماجد، هل جات لحضرتك ردود افعال بعد ما بدات عمل هذا البرنامج ايجابيه او سلبيه؟ بعد ثلاث ايام في نادر جالي رد فعل مرعبه خوفتني جدا، مرعبه يعني. احد مشايخنا الافاضل الذين احبهم واحترمهم واقدرهم، طبعا هو اكيد ما شافش البرنامج، لكن اظن ان في حد شاف البرنامج بعتهولي، فهو بعت لي رساله تلقين اول وهو زعلان جدا مني. طبعا بيحبني وبيقول لي اخويا وانا زعلان عشانك وزعلان منك وعنفني بشكل شديد للغايه وخوفني بالله سبحانه وتعالى وخوفني بالنار ايضا. وقال لي انت هتكون سبب في فتنه الناس وانت كده بتدعو الناس للفسق وكلام، انت حضرتك عارف الكلام الشديد ده.
فخفت ورجعت نفسي 17 مره. لكن الحقيقه ربنا اكرمني بالاتي، انا برضو ليا علاقه طيبه زي ما حضرتك تفضلت كده باغلب المشايخ اللي بيتعاملوا مع الدين وعندهم فقه وعلم. تعرفت، لكن هقول مثلا على سبيل المثال اخونا الدكتور عصام سليمه فاجئني باتصال بعد هذا الاتصال بيوم او اثنين، وهو بيقول لي يا دكتور ماجد انا بحييك على البرنامج اللي بتقدمه وانا اتابعه واستمتع جدا بيه، وجزاك الله خير انت تبين اشياء لا نعرفها. فالحقيقه طمني، فعرضت عليه وجهه النظر بتاعه الشيخ الاخر، فقال لي لا الكلام ده كلام كويس طبعا جزاه الله خير انه خايف عليك، لكن انت ماشي في مسار وخط مش هو اللي يقصده، وهو لسه ما شافش بقيه البرنامج واحنا متاكدين انك هتمشي في مسار مضبوط. طيب عرضت ايضا على احد مشايخنا من اهل الشام وهو عالم جليل وعظيم، والحقيقه كان رد فعله قال لي انت على صبر جزاك الله خير، وانت تصنع ما لا نستطيع نحن ان نصنعه، فبرضه طمني. فاذا ده كان جانب له علاقه بالجانب السلبي والايجابي. بس عايز اقول لك يا استاذ نادر النتيجه بقى. وهضرب بحضرتك مثل بسيط اذا انت ليا يعني يكون وحدة اتفضل. الله يحفظك. انا حضرتك عندي قناه على اليوتيوب. وفي هذه القناه ما فيهاش نشاط كبير، يعني انا بحط فيها البرامج السياسيه اللي كنت بعملها صندوق الدنيا والحاجات اللي بعملها في قناه الشرق. وماليش اهتمام بيها يعني، لكن حطيت هذه الحلقات عليها. كان عندي مشتركين على هذه القناه من 12 سنه وصلوا فقط 20,000. خلال هذا الشهر زادت القناه 20,000 مشترك اخر في شهر رمضان فقط، وانا بعرض هذا البرنامج. اذا استطاع البرنامج انه يجذب شريحه جديده من الناس، والناس لاقوني مهتم بقضيه هم مهتمين بيها وعايزين يعرفوا. ويعلم الله اخي الحبيب يعني عدد ضخم جدا من الرسائل التي يعني تاتيني بشكل ايجابي خلتني اتخض واخاف وابقى يعني خايف جدا يعني. ربنا يحفظك يا دكتور. دكتور ماجد، لحتى نستفيد من خبرتك لانه انت استاذ كبير، هل بتنصح المذيع اللي انصبغ بلون معين ببرنامج معين خاص به انه يعمل نقله نوعيه من وقت للتاني؟ بنتنا راشد اللي عملت كتير. انت بخير. شوف يا بنتي ربنا يحفظك، انا قناعتي ان رجل الاعلام هو في النهاية محترف إعلام، محترف صناعة محتوى، ويستطيع أن يصوغ هذا المحتوى في بشكل أدائي أو تكنيك أداء، وعليه أن يتلون وأن يغير من جلده كل فترة، لأن المشاهد الذي يعتاد على شكل نقدمه بعد فترة ممكن يشعر بالملل أو مؤكد سوف يشعر بالملل. نعم. فحضرتك تعريف جيدا مثلا لو أخذنا الجزيرة على سبيل المثال. الجزيرة موجود فيها برامج هي اصلا قناة اخبارية، لكن لما حضرتك تشوفي كده يروحوا خارجين بحاجة تحقيقية كأنهم رايحين في منطقة بعيد خالص، دوكيومنتري تحقيقي. ده نوع من الأعمال الدرامية، هذا ليس برنامج إخباري، هذا برنامج تحقيقي ولكن له صبغة درامية. إذا التنوع في حد ذاته هذه يعني سمة النجاح، والذي يريد أن يحقق نجاح لابد أن يغير من جلده وأن يعرض على الناس الأشياء التي يحتاجوا أن يشاهدوها ولكن بتكنيك أو بشكل مختلف. أكيد عبد الله إحنا سعداء يعني بالعيد، وسعداء إن حضرتك معانا في تاني أيام العيد، وسعداء كمان بالبرنامج، وربنا سبحانه وتعالى يعني يفتح لحضرتك قلوب الناس وتقدم هذا المحتوى اللي حضرتك بتقدمه وغيره من المحتويات اللي بتكون لطيفة عند الناس، والناس بتلاقي أو بنلاقي ليها واقع قوي وصدى محترم عند الكثير من الناس. الدكتور ماجد عبد الله الإعلامي، يعني احنا بنشكر حضرتك جدا على وجودك معانا، وكل سنة وحضرتك طيب.